نكمل سفر العدد الإصحاح الخامس. سفر العدد الإصحاح الخامس من عدد واحد صفحة 216. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن ينقوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت، الذكر والأنثى تنقون إلى خارج المحلة، تنقونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم. ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم إلى خارج المحلة، كما كلم الرب موسى هكذا فعل بنو إسرائيل. وكلم الرب موسى قائلا: قل لبني إسرائيل: إذا عمل رجل أو امرأة شيء من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. وإذ كان ليس للرجل ولي ليرد إليه المذنب به فالمذنب به المردود يكون للرب لأجل الكاهن فضلا عن كبش الكفارة الذي يكفر به عنه. وكل رفيعة مع كل أقداس بني إسرائيل التي يقدمونها للكاهن تكون له، والإنسان أقداسه تكون له، وإذ أعطى إنسان شيئا للكاهن فله يكون. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا ذاغت امرأة رجل وخانته خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستطرت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ، فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة، يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربانها معها عشر الإيفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه تقدمت غيرة، تقدمت تذكار تذكر ذنبا مجدا للثالوث الأقدس. في مراجعة سريعة كده للكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، شفنا ان خدمة اللاويين اختصت بخيمة الاجتماع، وربنا قسم اللاويين لثلاث فرق: بني قهات وبني مراري وبني جرشوم، وادى لكل فرقة من الفرق دي وظيفة معينة. وكانت الخدمة، خدمة خيمة الاجتماع، بتشهد على وجود وحضور ربنا وعلى جمال العلاقة وعلى جمال حضور الله في حياة الإنسان. عشان كده شفنا الخيمة بجمالها وبمجتملاتها وبما فيها من رموز، وحدد لهم طريقة كل حاجة يشيلوها وهم بيرتحلوا من مكان لمكان، والأغطية اللي هتتغطى بيها كل حاجة من حاجات الخيمة. وشفنا المعنى الجميل جدا ازاي كانوا بيلفوا تابوت العهد، وازاي كانوا بيلفوا المنارة، وازاي كانوا بيلفوا مذبح البخور ومذبح النحاسي، وازاي ان المرحضة ما كانتش بتتلف لان دليل على احتياج الانسان باستمرار للطهارة. واتكلمنا عن التعداد الخاص باللاويين، وشفنا ان هم لما تعدوا طلعوا 22,000. اتكلمنا عن رقم 22 ولغة الارقام في الكتاب المقدس، قلنا ان ال 22 ده رقم الحروف الابجدية العبرية، عشان كده برضك تلاقوا المزمور اللي هو 119 عبارة عن 22 قطعة، كل قطعة تبتدي بحرف ابجدي من حروف اللغة العبرية، والمزمور ده اللي احنا بنصليه في نص الليل. فكأنه عايز يقول ان بخدمة اللاويين تكتب اسامي كل الاصباط الاثناشر في سفر السماوات. وشفنا ان عدد بني اسرائيل طلع زيادة 273 عن عدد اللاويين، وتكلمنا عن رقم 273 ده، قلنا ان هو حاصل جمع 270 زائد 3، و270 دول الفترة اللي الانسان بيقعدها في بطن امه عشان يتولد ولادة جسدية،
19 في 30 يوم يطلعوا 270، والثلاثة دي رمز للولادة الروحية من خلال قيامة المسيح. فكأن كل واحد مفدي ينال الحياة لما يولد جسديا ولما يولد روحيا. ولغة الأرقام دي ليها وضع كبير جدا في الكتاب المقدس، كان كل حرف من الحروف ليه دلالة لرقم معين، وكانوا يجمعوا أعداد أو الأرقام بتاعة الحروف اللي موجودة ويبقى الرقم ده ليه دلالة معينة. يعني عشان نفهم الكلام ده، مثلا كلمة داود أصلها العبري داود، الدال والواو والدال، الدال تاخد رقم 4 والواو تاخد رقم 6، يبقى مجموع حروف داود كام؟ ها 4 و6 10 و4، يبقى 14. عشان كده اللي فينا بقى صاحي اللي بيدرس معانا انجيل متى، متى الرسول قسم سلسلة انساب المسيح الى ايه؟ 14 14 14، علشان يقول ان المسيح ده ابن مين؟ داود. فكانت الارقام ليها دلالات معينة في الكتاب المقدس. وشفنا هدف الخدمة، ان هدف الخدمة يشهد لوجود وحضور الله في حياة الانسان وعلى جمال هذا الحضور. لحد اول الاصحاح الخامس بقى لكل واحد دلوقتي في شعب الله، سواء من اللاويين او من الاسباط التانيين، بقى له رقم وبقى له مكان يسكن فيه ربنا حددهوله زي ما شفنا توزيعة السكن، وبقى له عمل يعمله، بقى له رقم في التعداد محصى من شعب الله، بقى له مكان يسكن فيه، بقى له عمل او خدمة يأديها. وبعد ما ربنا رتب الشعب ورتب لكل واحد مكانه وخدمته، قال له خد بالك يا حبيبي لألا تفقد مكانك وتفقد رقمك وتفقد عملك. فاصحاح 5 اللي احنا قريناه دلوقتي بيورينا كل واحد خد بالك لا تفقد مكانك في المحلة، لا تفقد عملك، لا تفقد رقمك، لان زي ما شفنا هنا ربنا قال له في ناس تطردهم خارج الايه؟ المحلة. نق المحلة، نظف المحلة، ما تخليش اي شيء غير طاهر وغير نقي في وسط الشعب. عشان كده يقول له في الآية اللي قريناها عدد 1، اوصي بني اسرائيل ان ينقوا من المحلة. ما هو التنقية عن طريق الايه؟ النفي. النفي يعني يخرج الناس دول خارج الايه؟ المحلة. فقال له هتنفي ناس معينة، وكانت التنقية او الطهارة شرط اساسي عشان يقول له انا ساكن فين؟ في وسطهم. علشان انا ساكن في وسطيهم لازم تبقى الجماعة كلها مقدسة. اوعى شيء يفقدك رقمك او مكانك او عملك في المحلة. وحدد 3 حاجات يضيعوا الانسان ويطردوه برا المحلة، ولا يمكن ان هو لو دول اتوجدوا في حياته يخلوه يتمتع بحضور ربنا. ايه اول حاجة؟ قال في ابرص وزوسيل ومتنجس لميت. يعني الثلاثة دول نقدر نحطهم في عنوان واحد، الثلاثة دول يعتبروا ايه؟ نجسين. فالنجاسة أول شيء تطلع الإنسان خارج المحلة أو تفقده حضور الله. طيب تاني حاجة اتكلم في الباراجراف الثاني من عدد 5، إذا واحد عمل ايه؟ خان خيانة وأخطأ خطية، ما يقدرش يستمر إلا إذا خرب خطيته ورد المسلوب وتاب وقدم ذبيحة. يبقى النجاسة بتطلع الإنسان بره، الخطية تطلع الإنسان بره. وتالت حاجة، القصة الطويلة اللي هنقراها دلوقتي، إذا زنت إيه؟ امرأة، الزنا.
وهنشوف هيعملوا ايه في المرأة التي تزني. فدول ثلاث حاجات ما كانش الله يطيق ان هم يوجدوا في وسط شعبه: النجاسة، الخطية، الزنا. وهنشوف ايه معنى الزنا الروحي، لان حضور الله او وجود الله لا يتفق مع وجود الخطية. واذا كان الانسان بيستشعر وجود الله باستمرار، فالاحساس بوجود ربنا يحفظ الانسان من الخطأ. هو يوسف الصديق ما زناش ليه وما اخطأش ليه؟ لانه كان حاسس بايه؟ بوجود الله. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ مش هخطئ الى بوتيفار او الى زوجته، لكن ده كان حاسس بوجود ربنا، فازاي يعمل خطية في وسط وجود الله في حياته؟ كان بيحرص على وجود ربنا، عشان كده رفض الخطية. وهنا يبان بمنتهى الوضوح ازاي ان ربنا يترفق جدا بالخطاة، لكن يكره جدا الخطية، عشان كده يحرص على طهارة شعبه. مفيش مهادنة بين الخطية وبين وجود الله. تفتكروا القصة اللطيفة بتاعت عخان ابن كرمي؟ ده كان واحد من شعب الله، وبعدين ربنا قال لهم حرموا البلد اللي هتفتحوها وما تاخدوش منها حاجة، لكن كل اللي فيها احرقوه بالنار. ودخل عخان ابن كرمي وراح سرق سريقة وخبها فين؟ في الخيمة بتاعته. بعدين جم تاني يوم في الحرب تانية مع بلد صغيرة خالص كده اسمها عاي، وينهزم شعب الله قدام عاي. فيقع يشوع بن نون قدام ربنا ويشق هدومه ويعيط ويبكي، فربنا يبعث له رسالة كده ويقول له: لا أعود أكون في وسطكم إن لم تبيدوا الحرام الذي في وسطكم. في وسطك حرام يا إسرائيل. ربنا قال لهم كده: مش ممكن أبقى معاكم أو أشتغل معاكم أو أتمجد معاكم أو أديكوا خدمة ناجحة إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم، إن لم تنقي وتنفي كل شيء وكل نجاسة موجودة داخل المحلة، لأن وجود الله لا يتفق مع وجود الخطية. عشان كده قال لهم بعد ما كل واحد خد رقمه في التعداد، وبعد ما كل واحد عرف مكانه وكل واحد عرف خيمته، قال لهم: اوعوا شيء يفقدك مكانك ووجودك في حضرة الله. وأول شيء يفقدك هذه المكانة ولا يمتعك بحضور ربنا هو النجاسة. وحدد النجاسة في ثلاث أشخاص معينين: البرص أو الأبرص اللي هو مرض الجذام، وتكلمنا عن البرص ده في سفر اللاويين بتفصيل، ولكن خطورة مرض البرص انه مرض ملوش شفاء، يعني ملوش علاج، زي الخطية ملهاش علاج، ما يقدرش يخف الا اذا ربنا شفاه. وزي ما البرص ده بيعمل تشوه في حياة الانسان، تلاقوا مراخيره متاكلة، ودنه متاكلة، صوابعه واقعة، ما هو البرص ده مرض بياكل في الجسم، بيعمل destruction، بيخرب في الجسم، يشوه الانسان. فالخطية ايضا تشوه الانسان وتخرب جوه الانسان. ولانه مرض معدي قال لهم: اعزلوا الخبيث من وسطكم. وذو السيل الانسان اللي ما بيقدرش يتحكم في نفسه، سيل ده انسان عمال تخرج منه افرازات، رمز الانسان اللي ما عندوش كنترول على نفسه. وكان غالبا سيلان والامراض دي كلها ترتبط ايضا بالخطية، لان الخطية تفقد الانسان سيطرته على نفسه. وتالت واحد متنجس هو اللي لمس ميت، لان الموت كان اشارة للخطية، لان اجرة الخطية هي موت. فربنا عايز يقول للانسان: اوعى تتنجس فتفقدك النجاسة مكانك، وتفقدك رقمك، وتفقدك حياتك، وتفقدك حضور ربنا في حياتك. عشان كده في وسطك حرام يا إسرائيل، يبقى مش هقدر أعيش معاك ولا أشتغل معاك ولا أتمجد معاك. فأول حاجة
ان كان البرص او النجاسة فالنجاسة دي خطية تختص بين الانسان وبين نفسه، يعني دي حاجة جوه الانسان، الابرص ده ابرص لنفسه، ذو السيل ده لنفسه، واللي تنجس لميت ده لنفسه، خطية في دايرة النفس. لما الانسان يخطئ الى نفسه، لما الانسان ما يقدرش يتصالح مع نفسه، ربنا ما يبقاش موجود. تاني نوع الانسان اللي اخطأ للغير، ان كان الاولاني بيخطئ لنفسه، فالنوع التاني اللي اخطأ للغير، كان خيانة عهد، اخد حاجة مش حقه، سرق سريقة من حق، فقال لهم برضك الخطية دي تاني حاجة انا لا اطيقها، انك تخطئ في حق غيرك، تخطئ في معاملاتك مع الاخر. في الاول انت اخطأت لنفسك، لكن دلوقتي بتخطئ لغيرك. عشان كده حدد له الطريقة وقال له اذا كان رجل او امرأة خيانة او عمل جميع الخطايا، ففي ثلاث حاجات لازم يعملهم من اجل ان الخطية دي تتغفر. ايه هم الثلاث حاجات؟ ها، اول حاجة يقر بخطيته. يقر يعني ايه؟ يعترف ويقول انا غلطان. دي اول بداية لازم الانسان لو عايز يحرص على وجود ربنا في حياته، ان يكون عنده استعداد انه يقر بخطيته، يعترف بخطيته. عشان كده يقول في الحكمة من يكتم خطاياه لا ينجح، يعني اللي مش عايز يقول انا غلطان لا يمكن يكون في حياته ايه؟ نجاح. حتى لو حقق نجاح ظاهري فهو نجاح صوري لا يمكن انه يدوم. اول حاجة لازم يقر بخطيته. تاني حاجة يعمل ايه؟ يرد المسلوب، يرد اللي خده ويزود عليه خمسه كحسب شريعة ذبيحة الايه؟ الاسم. ما يكفيش بس انك تقول انا غلطان، لكن صلح الغلط بتاعك. غلطت في حد، مش تقول كفاية انا رحت اعترف لربنا واعترف قدام ابونا، لا، وتعترف للي انت غلطت في حقه، ترجع له حقه وتزود عليه كمان. لو انت عايز تتصلح ولو عايز تحرص على وجود الله في حياتك. وتالت حاجة واهم حاجة، بعد ما تقر بخطيتك وترجع المسلوب، تقدم ذبيحة ايه؟ اسم. تجيب الكبش وتقدمه كذبيحة اسم لغفران خطاياك. لما تعترف بخطيتك وتقر بها وترد اللي ضاع حقه حقه، تقدر تنال من بركة الكفارة ومن غفران الخطية. لكن تروح تقدم ذبيحة اسم كده من الاول من غير ما تقر بالخطية ومن غير ما ان انت ترجع المسلوب، ما ينفعش. يقول لك طب ما هو افرض اللي انا اخدت منه رحت ارجع له ما لقيتهوش، مات لاي سبب من الاسباب، قال له تدور على الوالي بتاعه اللي ليه الميراث، وان ما لقيتش الوالي قدم لمين؟ للكاهن. بس لازم الحرام اللي انت خدته ما يفضلش في بيتك، لازم الحرام اللي انت خدته ما يفضلش في حياتك، لاني لا اعود اكون في وسطكم الا ان تبيدوا الحرام. ربنا ما يرجعش الا لما تحصل تنقية، الا لما تحصل طهارة. عشان كده طهارة المحلة ونقاوة المحلة تتوقف على نقاوة كل فرد فيها. لو كل فرد اهتم بنقاوته وبطهارته هتبقى المحلة كلها ايه؟ مقدسة وطاهرة. لو كل فرد في الكنيسة اهتم بنقاوته وطهارته هتبقى المجموعة كلها مقدسة. لكن وجود واحد، وجود واحد يبوظ كل حاجة. والخميرة صغيرة تخمر العجين ايه؟ كله. ربنا ما يشتغلش ولو في حرام ولو حاجة صغيرة. عشان كده يقول القديس ابو مار جملة لطيفة قوي، احكم يا اخي على نفسك قبل ما ايه؟ ما يحكموا عليك. احكم على نفسك وقر بخطيتك وطهر حياتك
قبل ما غصب عنك يطلعوك ايه بره. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. عشان كده لو طلعنا رسالة بولس الرسول لكورنثوس الاولى نشوف قد ايه هو بيهتم بنقاوة وحياة الكنيسة.